للسنة الثالثة على التوالي ودعماً للمواهب التراثية والحرفية الكويتية وبمشاركة أكثر من 120 عضواً مبدعاً كل على حسب تخصصه. المغردون تفاعلوا مع خبر تنظيم فريق إكسبو 965 معرضاً خاصاً التراث الكويتي والخليجي في قاعة أحمد العدواني بضاحية عبدالله السالم وبمشاركة نخبة من المشاركين كأصحاب المتاحف الخاصة والحرفيين والهواة والمبدعين في شتى المجالات الحرفية، كما يتضمن أيضاً عرضاً لمقتنيات ومطبوعات ووثائق تاريخية قديمة قبل الاستقلال.